حتى يتبين لهم أنه الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، هل شاهدتم بعوضة تنفجر؟ طبعا هذه الظاهرة نادرة في عالم البعوض، ولكن العلماء التقطوا هذا المشهد لبعوضة الحقيقة طماعة. يعني البعوض عادة يمص دم الإنسان بكمية كافية، يستطيع بعدها أن يطير، يتغذى عليه، يتكاثر عليه إلى آخره، يستخدمه كغذاء من أجل استمرار النسل. ولكن بعض البعوض سبحان الله لديه شره لهذا الدم، فيبقى يمص هذا الدم حتى ينفجر. أحببت اليوم فقط أن نتأمل هذه الصورة. انظروا هذه بعوضة أحبتي في الله، هنا انتفخت، لاحظوا هي تمص الدم باستمرار، فانتفخت، انتفخت هكذا. آخر شيء انظروا، انتفخت كثيرا وسوف تنفجر الآن وتقذف هذا الدم للخارج. سبحان الله، انظروا كيف قذفت هذا الدم للخارج. الحقيقة يعني هذا مشهد، على الرغم من ذلك تبقى حية، يعني لا تموت، تبقى حية وتتابع عملها إلى آخره. سبحان الله، يعني أنا أود فقط أن يعني أخذ عبرة من هذا المشهد أيها الأحبة، أنك أيها الإنسان لا تطمع. أي عملية طمع تؤدي بك إلى الهلاك. يعني هذه البعوضة انفجرت، من الممكن أن تموت، من الممكن أن تتابع حياتها، لأن البعوض لديه قدرة على الشفاء الذاتي، ولديه قدرة هائلة على الاستمرار والتأقلم. البعوض أيها الأحبة هو القاتل الأول في العالم، تصوروا أكبر قاتل في العالم هو البعوض بسبب نقله للملاريا التي تقتل الملايين كل عام. فهذه البعوضة يعني تركيبها عجيب جدا، تركيب البعوضة عجيب جدا، لذلك نجد أن الله سبحانه وتعالى ذكرها في القرآن: إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. فالمؤمن يرى في كل شيء، حتى في أحقر المخلوقات، يرى إبداع الخالق عز وجل الذي قال: صنع الله الذي أتقن كل شيء. بينما الكافر الذي في قلبه مرض والملحد يقول: ماذا أراد الله بهذا مثلا، يستهزئ، يقول: إن القرآن يذكر الذباب والبعوض والعنكبوت والنحل، وهي من الحشرات المعقدة جدا جدا أيها الأحبة. حتى الآن العلماء عاجزون عن فهم سر آلية عمل هذه البعوضة، كيف تعمل، كيف تمص الدم بهذه الدقة، كيف تتكاثر، كيف تستمر في حياتها. لا نملك أن نقول إلا أن نقول أيها الأحبة: هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه، بل الظالمون في ضلال مبين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق.